التجربة ديال مؤسسة آمال بدات في أول تدشين ديال سيدنا الله ينصرو 2009 شهر شتنبر منطقة بنمسيك، أول سونتر أول تجربة اللي حضرت في الثقة المولوية. بعد هاد السنة أو سنتين كانت جوج المراكز اللي تفتحت في الدار البيضاء بوسكورة، وهاد المقر اللي احنا فيه هو مركز أمل صخور السوداء. ومن بعده كان مركز ديال عكاشة ديال المركب السجني ديال عكاشة اللي هو سابقة. الآن وصلنا غير في الدار البيضاء بوحدها 8 مراكز اللي تشتغل بواحد الوتيرة عالية جدا بجودة الحمد لله، أن ستاف خاص بالمؤسسة، لأن احنا لا نعتمد على الأطر الطبية والشبه الطبية ديال وزارة الصحة. فكان تكوين ديال هاد الوليدات اللي معانا داخل المراكز ديالنا تدوزوا تكوينات خارجية دي سيمينار، وهذا الحمد لله احنا الستاف باراميديكالي ميديكال تيفوق واحد 110 ديال ما بين انفيرميير واطباء اختصاصيين دي نفرولوج. الحمد لله دابا بهاد المراكز الثمانية اللي كاين على مستوى الدار البيضاء تستوعب ما يفوق 730 او 32 مريض مستفيد، وهذا الرقم هو رقم كبير جدا كرقم 700. الا بغينا نحسبوا الميزانيه ديالها ميزانيه كبيره جدا، فكل مريض تيفوق 48000 درهم 50000 درهم في السنه. الحمد لله احنا ما واقفينش، كاين العجز، عجز موجود خاص تضافر الجهود، لان المؤسسه اصبحت مطلوبه في مدن اخرى غير في الدار البيضاء بالضبط. هناك ثلاثه المراكز اللي ان شاء الله في اواخر كاين اواخر 2019 غيكونوا جوج، غيتزادوا واحد في الحي الحسني واحد في اقليم النواصر حدا المطار، وكاين اكبر مركز ليضاهي روش نوار وبنمسيك غادي يكون في شهر انوال ان شاء الله تعالى اللي غادي يغطي المنطقه ديال انفا. فالدار البيضاء غتوصل ل 10 المراكز او 11 مركز. فهنا تنبغيو نعطي واحد بحال واحد اشاره الفاعلين، ملي تنقول فاعلين ديال الاداره ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ان المؤسسه ديال الامل حضرت في الثقه المولويه، فعلينا ان المؤسسه انها تحظى بالثقه ديال الادارات، لان احنا نشتغل في صمت ما تنطلبوش بزاف، ولكن الناس خصها تعاب العدد الكبير اللي عند المرضى والاستيعاب ديالهم في المراكز ديالنا. احنا ما ترفضوا حتى شي واحد، واتحدى اي احد يتكلم على لائحه انتظار في المراكز ديال الامل. كاين مشكل اللي تنعيشوا الان مع الاطفال، اطفال اللي تيديروا الدياليز ديالهم في المنازل ديالهم، سون دياليز ا دوميسيل هي لا دياليز بيريتونيال، واللي هي غاليه جدا اللي تكبد خسائر المؤسسه تقريبا تفوق 360 مليون في السنه، 3 مليون 600 ميل درهم تقريبا ما يفوق ال 20. وهادو وليدات صغار، لان خصوصا في قرى وهذا، وحنا تنطلبوا الدعم ديال هاد الوليدات، ما بقيناش قادرين نبقاو نسعى، وكل مره تندقوا الباب ديال الادارات باش يعطيونا هذيك الصدقة أو هذيك المنحة. إحنا تنشتغلوا في ديمومة تامة، ما باغينش نحبسوا، كاين إكراهات ولكن نعاني. كنت كندير ثلاث حصات كتجيني ب 1800 شوية قاصحة عليا بزاف، واتصلت بواحد السيد وجابني لهاد الجمعية هذه، الحمد لله حمد الله وشكر، الحمد لله مزيان، السيرفيس مزيان، كل شيء مزيان، الطبيبات الحمد لله كنشوفوهم ديما، فهمتي، لا كي سيرفيس الحمد لله، حتى الدريات اللي خدامين تبارك الله كيديروا اكثر من جهدهم. الصراحه هذا السونتر زوين والله يجعل البركه في الحاج، والممرضات كيتعاملوا معنا مزيان الصراحه، وكل شيء نقي هنايا. عندي جوج حصات كنديروها ب 100 درهم، انا كنديرها حصه وحده، كنت كنديروا على برا في بريفي بالفلوس، والصراحه ما كايناش النظافه بحال هنايا. انا قبل اختي كنت كنديروا الدياليز ب 700 درهم للوالده، اما دابا وليت جيت لهاد الجمعيه داروا لنا 100 درهم،
انا ما كرهتش داك 100 درهم تحيد حيت عندي مصاريف كثيره. كنجي من انس من تول طريق السبيت 100 درهم باش كنوصل هنايا الي وروتور، وتا داك 100 درهم بعد نوبات ما كتصيبيهاش باش كتجي ديري الحصه هنايا. الحاله ضعيفه، واخا الدياليز راه خاصك واخا يكون عندك بحر راه كتقاديه الغالب الله.